واحد بيقول نفسي ان السيد المسيح يظهر لي او اي واحد من القديسين يشجعني ويقوي ايماني. نفسي ومنى عيني. لا يا حبيبي، لازم ايمانك يكون ليس عن طريق ظهورات، لانك لو اشتهيت ان المسيح او حد من القديسين يظهر لك ممكن الشيطان يظهر لك في هيئه القديس من القديسين او المسيح نفسه يقول لك انا كذا ويخدعك ويضللك، فلا تطلب مثل هذه الطلبه.